مرحبا، في هذا الفيديو رح أعمل كرات السحلب اللذيذة الأنيقة. انتبهوا رجعنا على التفاصيل حتى تزبط معكم الأمور من أول مرة. خلينا نبدأ. عندنا المولد المستخدم هو اللي على السيليكون مولد على شكل أنصاف دوائر، وفي منها أحجام، في منها كبير في منها صغير في منها وسط. أنا رح أعمل الحجم الوسط، وعلشان سهولة التحكم بالمولد رح أقصه من النص، هيك بيصير أسهل علي التحكم فيه وحركته. بعدين بنظف القالب منيح كتير وبجهز الكومباوند وايت شوكليت، بسيحها وبدوبها، ومش ضروري أعملها تيمبرينج زي ما اتعودنا. وبعدين ببدأ بالصب. عملية الصب بواسطة المعلقة، بحط كمية بسيطة من الوايت شوكليت بالفجوة، وبعدين بأفاء المعلقة بظهر المعلقة ببدأ بفرد الوايت شوكليت على حواف الفجوة، وبعمل كمان بحط وايت شوكليت على الفجوة الثانية على النص دائرة الثانية، وببدأ نفس الطريقة بالتوزيع. والنصيحة هون إنه ما نعملش كل القالب مرة واحدة، نعمل تنتين تنتين، حبتين حبتين، حتى أقدر أتحكم وما إشي يبرد على حساب إشي تاني ويجمد. بعدين حتى أتأكد من إنه الشوكولاتة توزعت منيح، بجيب ريشة عريضة وبوزع فيها الشوكولاتة على الحواف وعلى الأطراف، بيهمني الأطراف العلوية تتوزع عليها الشوكولاتة. وبعدين باخد المولد وبصير أحركه بجميع الاتجاهات على عكس عقارب الساعة أو مع عقارب الساعة، حتى أتأكد إنه الشوكولاتة توزعت على كل الحواف. بعدين الزيادة برجعها بالصحن، الشوكولاتة الزيادة برجعها بالصحن، وببلش أحط كمان بالفجوات الثانية، يعني بالنص الدائرة الثالثة ونص الدائرة الرابعة، ونفس الموضوع بوزع الشوكولات وبتأكد انها توزعت منيح، وبستخدم الريشة حتى أتأكد انها توزعت خاصة على الحواف. والزيادة برضو برجعها بالصحن، وبحط وبنظف المولد كتير منيح قبل ما أحطه للتبريد، بحطه حوالي 5 دقايق بالتلاجة حتى تجمد أول طبقة أو تنشف على القليلة، وبعدين عشان بدي أحط عليها أنا طبقة تانية، بدي أحط على يعني بدي تكون طبقتين، أو حتى مرات ممكن أضطر لأعمل 3 طبقات، بس أعتقد طبقتين لأنه أنا ما بدي إياها كتير سميكة، إذا كانت كتير سميكة مش رح تنفجر بالمي السخنة. فأنا عملت هلأ 4 أنصاف، يعني حيطلعوا حبتين سحلب. بعدين بدي أحطهم بالفريزر حتى يبردوا على القليلة ربع ساعة أو ثلث ساعة، بس قبل ما أحطهم بالتبريد بدي أنظف بالسباتولا أطراف الأنصاف الدوائر حتى تكون الشغل على نظافة. وبعد ما يجمدوا تماما بطلعهم من الفريزر علشان أبدأ بعملهم الأنمولدينج. وزي ما بنعرف وتعودنا إنه بحرر الحبات شوي، بس أنا بدي شوي شوي، وأنا بنزع الكرات حتى ما يتكسروا، بنزعهم بقيمهم من السيليكون مولد، وعلشان أخلي سطحهم مستوي حتى أنا أعرف ألزقهم على بعض بواسطة صحن محطوط فوق بخار، أو المهم صحن يكون ساخن، بمشي الحواف النص الدائرة على سطح حامي حتى يصير سطحه مستوي، وبجهزهم علشان هلأ نبدأ بحشيهم. الآن حتى أعرف أتحكم بحبات أو بنص الدائرة، بجيب قالب الكب كيك الصغير وبحط نص دائرة أو تنتين، نص دائرتين، وبخلي فتحتهم لفوق على أساس أني أبدأ أحط فيهم مسحوق خاص اسمه مسحوق السحلب، بينباع هيك جاهز نقدر نشتري. وبعدين بحط، لأنه أنا الكرات اللي مستعملتها كرات وسط، فالباكيت السحلب بيوسع بكرة كبيرة، فأنا بقسم الكيس لجزئين، كل جزء بحطه في نص دائرة. طبعا بختار نوعية جيدة ويكون نكهتها طيبة. بحط هاي البودرة جوا نص دائرتين، وبعدين بدي أحط نوع من أنواع المكسرات، أي نوع مكسرات بتحبوه، جوز هند، فستق حلبي، بندق، لوز، الإشي المفضل. أنا مثلا رح أحط هلأ شوية من الفستق الحلبي، ورح أحط كمان من الفستق الحلبي المجروش طبعا أو المطحون،
وراح أحط كمان رشة قرفة لأنه القرفة بتلبق مع السحلب. وممكن كمان إذا بدي أعزز النكهة أكتر أحط رشة بسيطة من المستكة أو المسكة المطحونة ناعم، هذا إذا بدي أعزز النكهة، مع إنه السحلب مسحوق السحلب فيها دي نكهة المستكة أو فيها نكهة ما الورد ما زهر، بكون مكتوب عليها إيش النكهة. بعد ما أحط الأشياء اللي بدي إياها من مكسرات ومن بهارات، بحط كم حبة من حبات المارشميلو حتى لما تنفجر الكرة تطلع حبات المارشميلو على السطح، وبغطي الكرة بنص الكرة الثاني. بعد ما أحط برضو أمشيه على صحن سخن حتى أسيح الحافة وتلزق مباشرة على النص اللي تحت، فبحط النص اللي فوق فوق النص اللي تحت، بضغط اشي بسيط ما بضغط كتير عشان ما تنكسر، وبنظف الحواف، بسكر الحبتين، وبعد ما يتسكروا تماما بدي ازينهم بواسطة الوايت شوكلت، فبجيب الوايت شوكلت بواسط معلقة او بواسط كيس الكريمة، بحط خطوط دقيقة فوق الحبة السحلب، وبرش عليها المكسرات مثلا مثل الفستق الحلب اللي انا حاطته جوا، المكسرات اللي حاطتها جوا هي اللي بدي احطها فوق على السطح، وبحط حبة كبيرة عشان تعطي منظر جمالي لكرة السحلب، وبحطها بورق الكب كيك على اساس اقدمها واضيفها. طبعا انا بحتفظ فيها بالتلاجة، لكن في شغلة انه لما انا بدي اضيفها بطلعها من التلاجة قبل بوقت، يعني قبل بشي نص ساعة، قبل بشي يعني حتى ما تكون كتير باردة، حتى لما اجي اسكب فوقها الحليب الساخن او الماء الساخن بسهولة تنفجر. وكمان هذا المشروب ساخن، فاذا كانت الشوكولات باردة فرح تبرد المشروب مباشرة ويبطل له نكهته اللي هي لازم تكون سخنة. بتوقع وصلتكم الفكرة. زي ما شايفين هينا حطين كرة السحلب بالفنجان، ودرت فوقيها يا اما مي سخنة يا اما حليب ساخن شوي، وبتلاقيها انفجرت وطلعت المارشميلو على السطح، وبحركها حتى تختلط الشوكولاتة تدوب تماما تماما والمسحوق السحلب يدوب تماما تماما، ونستمتع بألذ وأطيب مشروب سحلب بالوايت شوكولات. طبعا هذا المشروب ضيافة كتير كتير أنيقة وكتير لذيذة، خاصة بفصل الشتاء، يعني بنكون مجهزينهم حاطينهم بالتلاجة، بس قبل ما يجي عنا الضيوف بطلعهم زي ما قلنا قبل بفترة حتى شوية ياخدوا حرارة الغرفة، وبعدين نستمتعوا بأطيب مشروب سحلب بالوايت شوكولات. منظره حلو وطعمه كتير 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 طيب، بنصح الجميع يجربوا. طبعا هذا الفيديو خلص، وفي طبعا قلت لكم انا في عنا احجام من الكرات السحلب زي هاي الاحجام اللي شايفينها، هذا حجم كبير فبنحطه بمج كبير، الحجم الصغير او الوسط بنحط بفنجان صغير، لكن النتيجة واحدة، مشروب ساخن لذيذ جداً.